قال لي صاحبي شو لك زمان ما حكيتني سياسة، من شو خايف؟ قلت له شو بدي احكيك؟ قال اسألني وانا بجاوبك. قلت له اوكي، شو رأيك بوزارة الصحة؟ قال كل من عليها فان. قلت له وزارة الأشغال والنقل؟ قال والخيل والبغال والحميرة لتركبوها. طيب وزارة الاقتصاد؟ قال وإن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ماشي. وزارة الدفاع؟ قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. أوكي. وزارة الداخلية؟ قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عظيم. وزارة المالية؟ قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. يا سيدي وزارة الكهرباء؟ قال وجعلنا الشمس ضياء والقمر نورا. قلت له لكان قول معي قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البصل؟ هذا رأيي، فكر فيها.